تحت شعار التشغيل أولوية لا تنازل على القضية، تواصل اعتصام شباب جابس أمام المركب الكيميائي بجابس طيلة 15 يوم، ولا يزال مفتوح، وذلك لمطالبتهم بالشغل والتنمية. تقرير عبد الحميد بن محمد، تصوير عبد السلام الطالبي وتنسيق محمد أمين مجيد. عضو تنسيقية اعتصام السود 2 نقطة غنوش. نحن كتنسيقية نحب نحافظ شوية على النظام هنا، هي حفظنا على سلمية الاعتصام وعلى نظامه، والحمد لله شبابنا متفاهم وشبابنا منظم ويعرف ايش يعمل وحامي وجاي حامل قضية. قضية الأولى هي التشغيل، هي كأولوية للشباب، والقضية الثانية هي الحد من التلوث كجهة. يزونا من التهميش، يزونا من هبتونا ثرواتنا هنا، رانا ينهبونا في صحتنا، ينهبونا في ثرواتنا المائية والفلاحية والبحرية. بالله لفتة كريمة من المسؤولين، رانا يزونا من التجاهل هذا. رانا نطلب في مطالب شرعية، رانا ما نش نطلب في حاجة تعجيزية. رانا نحن نسب رانا معدل الثالثة على المستوى الوطني في البطالة. شد الحاجة باش غنى بجابس الجنة. غنى بجابس يا جنة. تويك شنو خلوا فيها؟ خلوها قاحلة من كل النواحي. خلوها قاحلة من كل النواحي، جابس الحمرة خلوها. جبس الصفرة، جبس المتهدمة، جبس اللي هشاشة العظام أكلتها. أنا نكلم فيكم كونسير نتبه في خدمة الديار باش نعيش أولادي. وهذا هو اللي نقوله لكم، والله لا سمح له غفران في حقوقنا. ياللي تمثلوا جبس في وسط الجنة لتونس. واللي يتكلم توك أي حد يتكلم يقول ملا كمشة ما همال، ماناش همال، إحنا رجال. احنا نهبط زبع رجاله، احنا اشرف منهم من اللي يتكلموا على جابس واللي يتكلموا على شبابها. احنا غنوش رجال، جابس بصفه عامه، الجنوب هي تونس امنا والوطن بابانا، هي عندها اربع صغار، الوسط والشمال والجنوب، هي ناسيه الجنوب. ارانا كلمه هذه للسياسيين وللمسؤولين، ارانا لنا كلوشارات ولنا قطاعين طرق، فهمتني ولا؟ وهذه كلمة في شكل برقيات معناها نبدوها من رئيس بلدية حتى الرئيس جمهورية، فهمتني ولا؟ ما جانا حتى معناها هني باش يتفاوض معانا، والله باش يسمعنا هني، رانا مطيشين هني فهمتني ولا؟ مسيبين عيالنا ومسيبين معناها ديارنا كلها، وماناش مسلمين في حقنا، والله كان نقعدوا لهم 10 سنين ماهوش 15 يوم، اليوم معناها ما جانا حتى حد، فهمتني ولا؟ فهمت؟ حتى مسؤول ما جانا معناه باش يسمعنا، فالحين معناها جابس معناها الشكموه هني معناها والموتير معناها في تونس، اخواننا الامنيين والعسكريين، والله لنا باش نواجهوكم لا بالعصا لا بالحجر، كان واحد فهمتني ولا يطلب حقه تجي تعفس عليه، تعال عفس علينا، وما لكم الا اخوتنا واخواتنا الكل، والله لن نجموا معناها باش نتصدوكم حتى التصديات، كيما العسكر كيما الامني، الكل كيف، وحنا انتم منا وليكم راهو. فهمتني ولا؟ ورانا هذا الغاز انساه، هذا الجروب شيميك انساه، برا شوف من بلاصه اخرى يا سيدي، خلت تفوت لك مشاكلك وتقلت لك وعديك، تعرفنا كان في الهي تعطينا، اما باش تاخذوا حقنا لا، تشوفنا فهمتني ولا تشوف فهمتني ولا الامراض، تشوف الامراض اللي عندنا، تي ما تلقاش عاله اللي ما فيهاش واحد معناه مريض معناه مرض مزمن، الكونسير كلانا، تي نمشوا معناه يعدي اول العام. يقولوا لا لا دورك باش يوصل لك في الحرقان معناها كان اخر العام، يموت يمشي في القبر، وبعد تليك تجي تقول لي معناها تستطيع مستخسر علينا حتى سبيطار مستشفى جامعي تو 10 سنين، مانيش عارف اني في شي يعملوا على المستشفى الجامعي، والله لاني عارف، ندراها معناها الدراسات ما زالت معناها ما حضرتش، ندراها معناها تعرف وقتاش يذكروا معناها المستشفى الجامعي، من الانتخابات للانتخابات، يجوا يبيعوا لنا في الكلام، يا حسره على بعال الكلام، والله لا عاد نسمعوك.